صباح خير. بيأسفني اني اقول انه انا اخذت قرار انه ما بقى اتواجد وحدي بالبترون. هذا الشيء بيزعلني طبعا وبيحرمني من اشياء كتير، منا سبور الصبح، منا القعدة على البحر بالخيمة وعدة اشياء. بس للأسف ما بقى فيني اتواجد وحدي، تفل من البترون فشلت برقبة الكبير. بقي هون عقلوبكم، عقلوب اللي مش عايشبه. لانه جبران بسيل مقرر يمشي بسياسة العض ويمشي حواليه كليب. ما عم بجمل الكل اللي حواليه، طبعا في ناس حواليه انا بحترمهم وفي انا وياهم عشرة عمر وهن ما تخلوا عن الصداقة، بحترمهم بس مشي حواليه كليب. هلا هيدا الشيء ما رح يدوم طبعا، بعد سنتين برجع بقعد وحدي بالبترون ما في مشكل. مش لا يخلص العهد للانتخابات النيابية، لانه انا اخذت قرار اني سقطك بالنيابه يا جبران بسيل، مثل ما طيارتك من الوزاره بدي سقطك بالنيابه. ويعيني الله عليك.